هنروح لمنتخب الشباب، منتخب الشباب اللي نجح النهارده انه يفوز في المباراه الوديه اللي خاضها امام فريق الاميريه بهدفين مقابل لا شيء. دي مباراه وديه اقيمت النهارده العصر على الملعب الفرعي لاستاد القاهره. هدفي منتخب الشباب احرزهم حسام اشرف ويوسف لبيب. المدير الفني لمنتخب الشباب منح فرصه لجميع اللعيبه ان هم يشاركوا في المباراه على مدار الشوطين من المباراه اللي خاضها المنتخب عشان بيستعدوا لبطوله مهمه جدا، وهي بطولة شمال أفريقيا اللي هتقام إن شاء الله في تونس في شهر نوفمبر اللي جاي، الشهر الجاي. كمان انضم محمد سمير مدافع فريق طلائع الجيش لمعسكر منتخب الشباب النهاردة بعد ما وافق نادي على طلب جهاز المنتخب بضمن اللاعب، نظرا طبعا للغيابات الكتيرة اللي حصلت أو اللي بيعاني منها منتخب الشباب من وقت بداية المعسكر المفتوح. وانت النهاردة بتقترب على موعد بطولة، بطولة مهمة جدا زي ما قلنا، بطولة شمال أفريقيا في تونس يوم 9 نوفمبر تحديدا. ف ده طبعا يعني تحدي برضه. طبعا بنساعد، ويمكن يعني مداخله الكابتن ربيع معانا هنا في البيت الكبير يعني كان من الواضح انها ليها اثر ايجابي، وبدات الانديه فعلا تستجيب لكابتن ربيع، لانه في مهمه صعبه جدا زي ما قلنا، يعني بطوله مهمه بتضم تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا. يعني ان شاء الله كل التوفيق طبعا للكابتن ربيع ياسين ومنتخب الشباب، ان شاء الله يكون عند حسن الظن.